حمدي ما شاء الله كان ليه دور كبير جدا ومؤثر مع منتخب مصر الأولمبي في خط الوسط، دينامو في نص الملعب، وانا مسميه محمد بركات الجديد. روح قتاليه جدا، كورته ما شاء الله هايله، ليه رؤيه في الملعب، بيمتاز بالسرعه. فواحد برضه من مكاسب البطوله عمار حمدي اللي اخذ احسن لاعب في مباراه جنوب افريقيا في المباراه قبل النهائيه، وكمان اتحط في التشكيله المثاليه لمنتخب افريقيا تحت 23 سنه. معاه تليفون كابتن عمار حمدي. الف مبروك يا عمار. حبيبي يا كابتن اسامه، الله يبارك في حضرتك، وانا بشكر حضرتك على الكلام اللي حضرتك قلته ده، ربنا يخليك كابتن. لا فعلا تستحق، وما شاء الله بطوله رائعه واداء رائع، وتستحق كمان يعني زي ما الاتحاد الافريقي كرمك وكنت موجود في التشكيله المثاليه في منتخب افريقيا، تستحق فعلا يا عمار. حبيبي والله يا كابتن اسامه، ربنا يخليك، الله يبارك في حضرتك يا كابتن. قبل البطوله يا عمار كنت متوقع بقى او احساسك والبطوله على ملعبنا وسط جمهورنا ان احنا ناخد البطوله، ولا كان لسه العمليه مش واضحه بالنسبه لك؟ هو بص يا كابتن اسامه، احنا ما نضحكش على حضرتك، احنا كنا اول حاجه حاسين ان الهدف قدامنا كلاعيبه كلنا كنا متفقين واخدين وعد مع نفسنا ان احنا اول حاجه ان احنا نوصل طوكيو. تمام. دي كان اول حاجه مركزين فيها واللي احنا بنسعى عليها. فالحمد لله اللي احنا وصلنا يعني طوكيو وكده، فبعد كده بقى انا احنا واللاعيبه وكده فكرنا بقى ان احنا ان شاء الله يعني اللي احنا قاعدين على البطوله، لان كابتن شوقي واللاعيبه ورمضان كان ليه دور كبير يعني كان بيتكلم معانا ان ما ينفعش الجماهير دي كلها بتكون بتجيلنا واحنا نخذلهم. تمام. فكانش ده ينفع يحصل. طب لان كابتن شوقي كان بيحفزنا وبيكلمنا ان الجماهير دي كلها مستنيه اختها فرحة. تمام. تفرح. تمام. بسبب اللي هي الجماهير برضه زعلانه بسبب اخفاء المنتخب الاول وكده، فكانت مستنيه فرحة. تمام. فاحنا كنا مركزين في ده. طب عايز اسال عن دور الكابتن شوقي يا عمار، وانت بتتكلم على الكابتن شوقي كان له دور كبير، دور الكابتن شوقي معاك ومع اللعيبه والكلام اللي كان دايما بينه الشوطين، بنشوف الشوط الاول مثلا اداء، بنشوف في كلام الكابتن شوقي بين الشوطين بنلاقي اداء مختلف تماما الشوط الثاني. هو كابتن شوقي كان الصراحه يعني كان مدينا حافز كبير، يعني هو كان كابتن شوقي يعني بجد قبل ما يكون المدرب بتاعنا كان بيكون اب لينا. تمام. صراحه يعني من احسن المدربين اللي اتمرنت معاهم، وجدع بره الملعب جدا وجوه الملعب الصراحه. كويس. وما بيحملش عليك اي ضغوط الصراحه يعني. فهو كان بيتكلم معانا يعني لما بنيجي مثلا في ماتش جنوب افريقيا الشوط الاول خلصان 0-0 واللعيبه كلها كنا ممكن نكون بنلعب فردي وكده. تمام. فراح جه كابتن شوقي قال لنا ما ينفعش انتوا بتعملوا الحلم كده هيضيع، وفضل يقول لنا الكلام ده. كان اول حاجه بنطلب منهم يقولوا لنا بعد كل ماتش الجماهير ما ينفعش ان واحد الجماهير دي زعلانه، ما ينفعش الجماهير دي تكون جايه كلها وتروحهم زعلانين. تمام. فاحنا كنا كلنا مركزين ان احنا نروح الجماهير دي فرحان، يعني احنا ما كناش بنشيلنا اهم حاجه غير الجماهير دي والله. فالحمد لله احنا قدرنا ان احنا نفضحهم ونرجعهم يعني منصورين يعني الحمد لله. تمام. عمار انت كنت دايما في المباريات الوديه بتلعب باك رايت، لكن النهارده مع البطوله مع اصابه ناصر ماهر الكابتن شوقي غريب وظفك في حته وسط الملعب، كان عندك الاستعداد وكنت مستعد انك تلعب في اي مركز كابتن شوقي غريب يحطك فيه؟ كابتن شوقي لعبني في اماكن كتيره يعني يا كابتن اسامه، لعبني في مركز الباك رايت، وحتى لو حضرتك واخد بالك في ماتش اخر ماتش اللي هو الودي مع جنوب افريقيا اللي احنا كسبنا فيه كنت بلعب برده في باك رايت، جه صادق اتصاب وعم نزل كريم ورحت انا اتفضل. تمام. فانا كان كابتن شوقي يعني كان يعني دي حاجه كويسه اللي هو بيلعبني في كل المراكز باك رايت وتفضل وبعد فراوده والاماكن دي كلها. كويس، يعني وظفك في المباراه الوديه في كذا مركز عشان لو حصل ظروف في اثناء البطوله يبقى انت مستعد للموضوع ده يا عمار. لا هو الصراحه هو لعبني في اماكن كتيره يعني. فدي يعني كانت حاجه كويسه يعني انا بلعب في اماكن كتير يعني. طيب عايز اخدك بقى لاصعب اصعب مباراه واجهتك في البطوله، او يعني من وجهه نظر عمر حمدي المباراه دي كانت صعبه بالنسبه لكم او عنق زجاجه، كانت مباراه ايه؟ انا بالنسبه ليا هو في ناس بتقول ماتش غانا، انا بالنسبه ليا انا ماتش جنوب افريقيا، لان هم لما جابوا الجون اتعادلوا معانا، فبجد الماتش ده كان صعب قوي، انا بجد حسيت ان الماتش بيضيع مننا. حتى انا رحت اتكلمت مع اكرم فكنت خايف قوي، كنت قلقان قوي اللي هو خلاص يعني تعبنا ده كله هيروح، فكنت واثق قوي ان احنا الحمد يعني كنت واثق قوي ان احنا هناخد البطوله دي. واثق قوي. لأني الصراحه يعني يا كابتن اسامه اللعيبه في المنتخب انا مش عايز اقول لحضرتك الروح هناك موجوده ازاي في المنتخب، اللعيبه كلها بتحب بعض، اللي بره الملعب قبل جوه يعني اللي بره الملعب اللي بيكون قاعد على الدكه واللي بادئ يوم جاء اللي قاعد على الدكه خد الشنكار شد حيلك وربنا معاك، بيبقى في كده روح، بيبقى في روح كده كابتن. تمام. دي مش بتلاقيها في حتت كثيره يعني، انا دي متعوده في النادي الاهلي، الروح دي مش متعوده في حتت ثانيه. تمام. ده في بقى انت حضرتك عارف ما بلعبش فزعلان عايز اللي في مكاني يبقى الكلام ده.
وفعلا ده انعكس عليكم في الملعب كمان يا عمار، وفعلا ده انعكس عليكم. انا عايز اخدك بقى لجائزه افضل لاعب في مباراه جنوب افريقيا، يعني النهارده عمار حمدي افضل لاعب او رجل المباراه في مباراه جنوب افريقيا، بتمثل لك ايه الجائزه دي؟ خاصه كمان انت مواليد 99 بتلعب مع المنتخب الاكبر منك مواليد 97 وانت اصغر سنه منهم، ما شاء الله موجود في البطوله وشكل اساسي وبتادي اداء رائع. جائزه افضل لاعب في مباراه جنوب افريقيا تمثلك ايه يا عمار؟ طبعا انا كنت فرحان جدا والله، كنت حاسس بفخر جدا ان انا بجد الفتره اللي فاتت دي انا كنت بتعب، وطبعا الجائزه دي يعني الصب لزمايلي برضه، يعني زمايلي هم اللي لهم فضل عليا برضه بعد ربنا، هم يعني اللي هم اللي زعلوني كده، وطبعا كابتن شوقي طبعا هم اللي بيساعدوني، والجائزه اللي اي لعيب بياخدها بتصب على مصلحه الفريق كله. تمام. فطبعا انا بشكر زمايلي وبشكر الجهاز الفني يعني على الجائزه دي، وان شاء الله باذن الله في طوكيو نعمل حاجه باذن الله، يعني نكون عند حسن ظن الجماهير المصريه ان شاء الله. ان شاء الله يا عمار، يعني زي ما فرحتوا كل جمهور مصر ان شاء الله قادرين كمان في اولمبياد طوكيو انكم تحققوا حاجه ان شاء الله باذن الله. باذن الله حسن السلامه ان شاء الله. عمار حمدي لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر.